بعد الاطلاع على اوراق ومستندات في قضيه رقم 38 جنايات القاهره، حكمت المحكمه حضوريا على المتهم فتوح محمد هريدي والمتهم امين عبد الحي سلامه مرتشي موظف عام، وذلك بالسجن 3 سنوات لكل منهم. سهام 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 اصحيلي. ايه 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 يا سيف، في حد يصحي حد بالطريقه دي يا اخي؟ ايه ده؟ عقب سجاره. وايه اللي جاب عقب السجاره ده في اوضتي؟ يعني انت مصحيني من النوم عشان تسالني ايه اللي جاب عقب السجاره دي في اوضتي؟ مين اللي دخل اوضه نومي وشرب السجاره دي؟ خلي بالك من كلامك يا سيف، انا اللي بشرب سجاير. ارتحت؟ شوف سجاير من ورايا. هو انا لاقيك؟ هو انت بتيجي؟ انا ما بقتش اشوفك يا بيه، ما جاتش فرصه عشان اقول لحضرتك. انت ازاي تعملي كده اصلا من غير ما تاخدي اذني؟ دي حريه شخصيه. هو انا عيله صغيره؟ ما هي المصيبه انك مش عيله صغيره، انت ست كبيره وناضجه ومتجوزه وليك راجل، المفروض تعملي كل حاجه بعد ما تاخدي اذني. حاضر، اديني باخد اذنك اهو. ممكن اشرب سجاير؟ لا مرفوض، سامعاني؟ ومن دلوقتي حالا اياكي تلمسي السجاير دي تاني، مفهوم ولا لا؟ طب ما تحبسني احسن. سهام انت عارفه ان دماغي فايته، انا ممكن اعملها احبسك. ليه؟ عملت لك ايه عشان تعمل فيا كل ده؟ انت عارفه كويس ان انا اصلا ما بحبش منظر الست اللي بتشرب سجاير. وانا بحبها وعايزاها. بتشرب السجاير دي من امتى؟ من ساعه ما رحت العين السخنه جربتها فعجبتني فشربتها. جربتيها؟ انت عايشه بقى وانا نايم هنا في مصر على وداني. ومين بقى ان شاء الله اللي علمها لك؟ انا علمتها لنفسي، محدش. جبت سجاير منين؟ جرى ايه؟ هو تحقيق من الاوتيل. وفين علبه السجاير دي؟ دي بقى تقرف. اتفضل، ارتحت. بص يا سهام، انا هعديها لك المره دي، وعلبه السجاير دي هتفضل معايا، لكن قسما بالله العلي العظيم لو شفتك لمسه سجاره بعد كده هيبقى يومك مش فايت. ايه؟ انت ليه بتحب تعمل كل الحاجات اللي بتضايقني ليه؟ بالعكس، انا بخاف على مصلحتك وعلى صحتك. سيبني اختار حاجة مرة واحدة لنفسي. وانت يوم ما تختاري ما تختاريش غير الحاجة اللي تضرك. سيبها تضرني يا اخي، ولما تضرني ابقى غلطت وتعلمت من غلطي. تتعلمي ايه يا هاني؟ ما تتهبلتي في دماغك، انت صغيرة عشان تتعلمي، انت كبيرة وناضجة. ايوه صغيرة، لاني مجبورة على اللي انا بعمله، عمري ما اخترت حاجة لنفسي، كان في دايما حد بينصحني ولازم اعمل طبعا بنصايحه، ولا ابقى بنت 60 في 70، انما دلوقتي يا سيف انا كبرت ولازم اختار. خلاص. يبقى تختاري حاجة غير السجاير. ما انا لو اخترت غيرها ما يبقاش اختيار، يبقى اجبار، وانا بحبها وعايزاها. انا مش فاهم ايه اللي عاجبك في السجاير ومخليكي تمسكي فيها كده. بنفخ فيها يا اخي، بطلع فيها النار اللي جوايا بدل ما تحرقني. نار ياما، نار ايه يا حبيبتي؟ ما انت عايشة زي الفل اهو، تتبلي في دماغك ولا ايه؟ نار الملل والوحدة اللي انا عايشة فيهم. ملل ووحدة؟ انت بتلمحي على ايه بالظبط؟ انت بترمي بالكلام عليا ولا ايه؟ طبعا. ما انا عشان ما بخلفش مش جايب لك حتة عيل يملى عليك البيت، يبقى انت عايشة في ملل وفي وحدة، مش ده اللي انت عايزة تقوليه؟ انت ايه؟ بتتلكك؟ هو انا قلت لك حاجة؟ انت مش محتاجة تقولي اصلا، كلامك واصل. انا لو مش عايزاك يا استاذ ما كنتش رجعت لك بعد اللي انت عملته. برضه مش عايزة تنسي. انت عجيبة. انسى ايه؟ انسى ان انت عايشتني في وهمي سنتين ان انا ما بخلفش؟ انسى لفي على الدكاترة؟ انسى الادويه اللي كنت باخدها وانت عارف كل ده وانا بتعذب وساكت؟ انت عايزه ايه بالظبط؟ الموضوع ده خلاص احنا قفلناه، انت ليه بتفتحيه تاني؟ ما اقدرش انساه، مش هينفع، مش عارفه انساه يا سيف، مش عارفه. ايه النكد اللي انا عايش فيه ده؟ نكد ليل ونهار. انا قرفت قرفت.
Please, Mr. Richard, you've signed off the project. Can we finalize the last payment now? Oh yes, I don't carry that kind of cash on me, so why don't you swing around the old villa tonight, around about 10, and I'll give it to you. Tonight? Tonight is impossible. I'm preparing to travel and I still have a lot of things to do. Okay, I'll come back here tomorrow morning, it's okay? As you like, Nancy. Thank you. انتي مجنونة تفضحيني وتسوقي سمعتي، عايزة تحبسيني ولا ايه؟ اسوق سمعتك لما يكون مفيش ادلة، انما الدليل موجود وصورة العقد اللي اتنشرت صحيحة. انا عايز اعرف انت جبت الاوراق دي منين؟ مش مهم منين، المهم انها للاسف صحيحة. لا كذب كذب. بابا هو انت ما تعرفش ان الكذب ملوش رجلين؟ ولا حضرتك شايف ان الدنيا هتفضل ماشية بالباطل كده طول العمر؟ انت بنت قللت الادب ولا اعرف اتعرف بيكي. كنت قللت الادب فده بسببك، لانك عمرك ما اهتميت بيا ولا فكرت تربيني. ايوه يا ابراهيم. ايه تحقيق النائب العام؟ طيب النائب العام طالب بالتحقيق. بيتي هيتخرب، الله يخرب بيوتكم، الله يخرب بيوتكم، الله يخرب بيوتكم. انت خاينه وجبانه وما عندكيش دم. اسمع يا اخت الصغيره، ومش عايزه بنتي انت عليكي. انا هموتك. يابا انت مش عايز تشوفني ليه يابا؟ ده انا جيت لك 3 مرات. هو انا زعلتك في حاجه؟ لا يا ابني انا مش زعلان منك، انا زعلان من نفسي، انا اللي خذلتكم. بدل ما كنت ابقى قدوه ليكم سببت لكم العار بالعمل اللي عملته. ادم انا عايزك تنبه على اخواتك محدش منهم يجي يزورني هنا. يا ريت لو تتبروا مني خالص يكون احسن. ما تقولش كده يابا، انت مهما عملت هيفضل مقامك عالي وعلى راسنا من فوق. خلاص يا ابني ما بقتش اشرف حد ولا استاهل ابقى فوق راس حد. اصدق ازاي يابا؟ ده ما فيش اكتر منك بيخاف ربنا. انا مش ملاك يا ابني، انا بني ادم وليا طاقه. كتر الدقه على الدماغ والمسؤوليات اللي ما بتخلصش ومفيش دخل، كل ده خلاني اتوالت وما بقتش عارف انا بعمل ايه. مش ذنبي يا ابني، مش ذنبي لوحدي، ذنبي وذنب الحكومة اللي فسدتنا، جوعتنا وسابتنا مش لاقيين اللضب. مرتبات ما بتكفيش العيش الحاف وهم عارفين وساكتين. ولو طالبنا بالعدل بتاع ربنا يقولوا لنا منين؟ نجيبوا لكم منين؟ ومعهم حق. هما يلحقوا على ايه ولا ايه؟ على الفلوس اللي بيسرقوها ولا على قوتنا احنا وقوت عيالنا؟ والنتيجه ان اللي يقع زي حالاتي يصير يلوش ويضيع ومالوش دية. ما تبصش في الارض يابا، انت مهما عملت هتفضل كبير. انا الشيطان غلبني يا ابني، ما قدرتش عليه. احنا في زمن عايز ملايكة، زمن اللي بيحاول يحافظ فيه على دينه زي اللي مسك في ايده جمرة نار. انا ما قدرتش، ما قدرتش. ما تقولش كده يا عم امين، ما تقولش كده. مش معنى انك غلطت يبقى كفرت، ما الناس كلها بتغلط وربك بيسامح. بس انا غلطتي كانت كبيرة يا ابني، انا غلطت غلطه تخلي راسي في الطين طول عمري وما تخلينيش اعرف ارفعها منه تاني. نصيحه مني يا ابني، ما تعملش زي ما انا عملت، ما تعملش الغلط، اعمل الصح وقول الحق ولو على رقبتك. ما تخافش من اي حد، ما تططيش لاي حد، ما تخافش غير من اللي خلقك، وما تططيش غير للي خلقك.
اكسب نفسك احسن ما تحاول تكسب الدنيا وتلاقي نفسك في الاخر خسرت الاثنين وتعيش في جحيم زي يا رجال. خليك فاكر يا ابني اعمل الصح وقول الحق ولو على رقبتك. ما تخافش من حد، ما تخافش غير من اللي خلقك. ما تطلبش لحد، ما تطلبش غير من اللي خلقك. حلوة الجوافة يا حبيبي، عاملها لك بإيديا. أنا عارفة إن طول عمرك بتحبها قوي. تسلم إيدك يا طنط، وطول عمر حضرتك ذوق وعمرك ما بتنسي حاجة أبدا. ما قلتليش أنت استلمت شغلك في جمعية حقوق الإنسان؟ استلمته يا عمي، وعملوا لي هناك ريسبشن كبير أثر فيا جدا. أنت يا ابني إضافة لأي مكان تكون فيه. شكر يا عمي، بس ده بيخليني خايف جدا إن العمل العام ياخدني من الناس، ما أقدرش أفيدهم، وده بالتحديد اللي خلاني أجي النهاردة عشان أقابل حضرتك. خير يا ابني؟ خير يا عمي. أنا عرفت إن حضرتك قافل العيادة بتاعتك بقالك كذا سنة. أوه السن بقى. قلت إزاي هعالج الناس وباب النجار مخلع. قعدت في بيتنا أحسن. بخلع إيه يا عم؟ إيه اللي بتقوله ده؟ ما تقولش كده. بس على فكرة العيادة دي لازم تفضل مفتوحة، دي خدمة عظيمة للإنسانية. يا ابني أنا كبرت ومبقتش قادر على الشغل. طيب أنا بعد إذن حضرتك هأجر العيادة وأفتحها عيادة طب نفسي. وانا ما عنديش مانع، اهو على الاقل العياده تتفتح وتتهوى بدل ما هي مكمكمه كده. يعني انت يا حبيبي بتعرف تعالج نفسي؟ ايوه طبعا يا طنط، ده تخصصي. بيقول لك انه دكتور. طب ما دام دكتور يا حبيبي وسايبنا في الورطه اللي احنا فيها دي، ما تقف معانا وتساعدنا. جرى يا سيسيل، هو احنا طلبنا منه حاجه والراجل اتاخر؟ يا عمي ومن غير ما تطلبوا مني، انا شايف الموقف كويس قوي. انا عارف قد ايه الحاله النفسيه بتاعت نانسي مأثره عليكم انتوا كمان، وعلى فكره اللي عند نانسي ده مش مرض نفسي، ده رد فعل طبيعي جدا بعد الصدمه القويه اللي هي تعرضت لها. وعلى فكره ومن غير ما تطلبوا مني، انا بحاول معاها بالفعل، بس بحاول من بعيد لبعيد عشان ما اوترهاش اكتر. دي خدت الفيزا وناويه على السفر واحنا مش قادرين عليها احنا الاثنين. بجد؟ ايوه يا ابني، مش قادرين نخليها ترجع في كلامها. انا هتكلم معاها تاني، ومين عارف يمكن تسمع لي. يا ريت يا حبيبي، من بقك لباب السما. يا باشا عامل ايه صليه؟ ممكن اعرف يا باشا العيال دي عملت ايه عشان تلبسهم قضيه زي دي؟ البسهم؟ لبسهم ايه يا سياده المقدم؟ العيال معترفين وماضيين بخط ايديهم على اعترافاتهم، يعني مش ناقص غير معاليك تمضي على المحضر عشان المحضر ياخد اجراءاته. مش همضي، وهكتب تقرير منفصل هنتقد فيه اللي حصل في التحقيق، وهطلب اعاده التحقيق. انت بتحداني يا شام؟ انا بتحدى الظلم. انا اذنك يا باشا. بطل ضحك وشوف شغلك يا انا ادم. عامه انا مش هرد عليك عشان انت ادبويا وانا راجل محترم. تمام كده يا عم عفيفي؟ تمام. حكايه الراجل المحترم دي ما تاخذنيش يا ادم، انا مش مصدقها. انت عامل ايه يا ادم؟ الله الله الله، انت راجل مهزه ولا ايه؟ الله الله، اتجننت يا ادم ولا ايه؟ ايه يا عم انت هتسلم؟ ايه المشكله يا ادم؟ المشكله يا ادم؟ يا ابن اللعيبه ده مفاجئ قوي. اطلع امشي اوعى بقى.
يا باشا دول عيال خضر يا باشا، وتحالاتنا بتقول انهم مالهمش في اي حاجه، يعني استمرارنا في حجزهم لغايه دلوقتي ملوش اي داعي سعادتك. ماشي يا هشام، اللي اسمه كريم ده ملوش ملف عندنا، انما الواد التاني ده اللي اسمه طاهر اللي عامل لي فيها صحفي وشاعر ومشاكس، انت عارف وانا عارف ان كل يوم عندنا هنا. معاك سعادتك، لكن ملوش اي نشاط فعلي خطر، كل الحكايه انه بيكتب وبيقول رايه بس بغشوميه حبتين. وبعدين يا باشا هم اتقبض عليهم في التفجير، دول كانوا متجمعين في شقه واحد صاحبهم، يعني عادي. يعني انت عايز ايه يا هشام؟ شوف سعادتك، انا رايي ان احنا نمشيهم، والواد اللي اسمه طاهر ده نحطه تحت المراقبه لحد ما نتاكد انه نضيف، لان يا باشا لو استمرينا في حجزه كده من غير دليل زمايله الصحفيين بقى والجريده بتاعته هيقعدوا يكتبوا ويتنقوروا ويعملوا لنا قلق على الفاضي، واحنا مش ناقصين سعادتك. انت شايف كده يا هشام؟ بعد اذن معاليك. ماشي يا هشام، خليني ماشي وراه لحد ما اشوف اخرتها ايه. متشكر قوي سعادتك، ربنا يخلي سعادتك لينا. انا كان مالي انا ومال السياسه، مالي انا ومال السياسه. تعالى انت كمان ما تنتع، شيلي لي كل الصور دي، مش قادر، حط لي صور نسوان تاني. انا متوتر ليه؟ متوتر ليه؟ والله عاطف. الو، ايه يا عاطف انت فين؟ بقول لك ايه، تيجي لي دلوقتي حالا معاك كل انواع المخدرات اللي عندك، وعايز 10 ازايز و15 كيس تلج. ماشي، ما تتاخرش عليا. سلام. مين سوزي كل منك انت يا عليا، يا كلبه العليا قال ده انت واطيه. الو، ايه يا سوزي انت فين؟ بقولك ايه، تجي لي دلوقتي حالا معاكي كل اصحابك البنات، انا مش عايز اشوف ورا راجل. صباح الخير. صباح النور يا فندم. مستر ريتشارد موجود؟ مستر ريتشارد مش موجود يا فندم، ومش جاي النهارده. نعم، ازاي يعني؟ احنا كان في بينا ميعاد. حضرتك ممكن تكلميه وتستفسري منه. مرسي. هلو مستر ريتشارد، ام نانسي. اي نانسي، ام سوري، ام جست ان ذا ميدل اوف سامثينج. اي بروميس اي ويل كول يو وين اي جيت باك. But I told you that I'm traveling abroad and I really don't have time. Okay, sir, but please call me when you get back. Please. Thank you. يا رموزة! انت فاضل بومي جي والنبي وسقا مو في ليالي. I never didn't speak Spanish. Wait, I'll give the air surprise. Which one do you prefer, the brown one or the yellow one? يخرب بيت أم البواريك اللي مجنناك دي، مرة أصفر ومرة أخضر ومرة بني. I love it when you speak Spanish. You prefer the brown one. اتفضل يا فندم، طلب تسويق معاش. انت بتهزر ولا بتتكلم جد؟ بتكلم جد يا فندم. وانت فاكر انك هتعيش بعد المعاش؟
لحد ما تسدد ال 10,000 جنيه. يا فندم ربنا يدينا ويديك طول العمر يا فندم. غلط، اكبر غلط. مش فاهم ايه هو اللي غلط يا ابني؟ السلف تلف والرد خساره. معلش يا باشا، انت عارف اصل ده دين في رقبتي ومطلوب مني لازم اسدده في ميعاده. انت حر، انا هقدم طلب استبدال المعاش بتاعك للمدير والقرار النهائي في ايده. ربنا يخليك لينا يا استاذ منير، وبطلب من حضرتك يعني ربنا يخليك لينا وانت بتقدم الطلب للمدير في ودنه كده كلمتين حلوين من شنبك ده. انت تؤمر. 2000 جنيه؟ 2000 جنيه بتوع ايه يا مرزوق؟ بتوع اخواتي البنات يا بط. هما مش دخلوا الجمعيه معانا بيهم؟ اه، وبعدين رجعوا في كلامهم وعاملين لي دوشه بقى هما وجوازاتهم على الفلوس دي. فقلت اجي اقول لك يعني علشان تقولي لامك توفر لنا الفلوس. وبعدين يعني يا بطه 2000 جنيه مش هيفرقوا كتير في فلوس الجمعيه. ماشي، بس هما عايزين الفلوس ليه؟ ما يستنوا ياخدوها في ميعادهم. وبعدين بقى والنبي يا بطه بلاش تحرجيني اكتر من كده. حرجك ليه يا مرزوق؟ اصل بصراحه يعني انا اخواتي متوترين قوي من بعد اللي حصل لعم امين. يعني ايه؟ هما فاكرين ان نصابين؟ انا ما قلتش كده، انا بس عايز اديهم ال 2000 جنيه علشان اخلص من الدوشه ووجع الدماغ. على فكره بقى، انا ابويا اشرف من الشرف، واللي حصل له ده بسببك. انا؟ اه انت. هو لولا جوازتي وزنقته للفلوس كان راح ارتشى. وبعدين بدل ما تقدر اللي عمله عشاننا جاي تطالبني بفلوس اخواتك، وكاننا بقينا جربه بقى دلوقتي ومش عايزين تقربوا لنا. لا سمح الله، ما حدش قال الكلام ده. في كلام يتحس وما يتقالش يا مرسوق. ايه ده؟ ده اللي ما بيننا يا مرزوق، وادينا انا هناك، واعتبر الفتحه اللي ما بيننا كانها ما اتقرتش. هيا يا استاذ امير، ايه بقى الموضوع الخطير اللي كنت سيادتك عايزني فيه؟ موضوع خطير جدا. جبت لك يا ستي الوان الحيطان بتاعت العياده عشان تقولي لي رايك، ولا كمان هتستخسري فيها الاستشاره؟ مش كفايه ما رضيتيش تعملي لي الشغل؟ ايه ده، ايه ده، ايه الرغي ده كله؟ انا قلت لك مش هبص. هات. بص يا ستي، انا عايزك تبصي على كل الالوان، بس استني هوريكي حاجه معينه عايز اخد رايك فيها. اهو قولي لي رايك في اللون الزيتي. زيتي؟ حد يعمل حيطان عياده نفسيه زيتي؟ انا هجيب الفرش كله لونه ابيض وكل الاكسسوارز بيضاء، هتبقى حلوه وجديده، حاجه طاقه. هما العيانين جايين لك طاقين اصلا، هما ناقصين طاقان. اسمع، لو عايز رايي اعمل حيطان الوان فواتح علشان تبقى مريحه للعين. الفرش بقى ما ينفعش خالص يبقى ابيض، بالذات هنا في مصر، لانه هيتوسخ، بلدنا مليانه تراب طول الوقت، مش هيبقى براكتيكال. اوكي؟ تصدقي فعلا بقى المثل اللي بيقول ادي العيش لخبازه. على فكره انت لو استنيتي هنا في مصر هتنجحي جدا. ما انا عارف، بس برضه هسافر مش هقعد. انا كل مشكلتي بس ان انا متاخر لي فلوس مع كلاينت امريكاني كنت بتعامل معاه مؤخرا، متاخر عليا في اخر دفعه، اول ما هاخدها هسافر على طول. يعني كلاينت الامريكاني ده هو اللي معطل لك الدنيا؟ بصراحه اه، بس انا مش عارفه ايه اللي جراله، كان بيدفع كل اللي فات كويس قوي، جه في اخر دفعه دي ومغلبني. شفتي بقى، عشان تبقي تسمعي كلامي، او كلاينت امريكاني ومغلبك، عشان انت فاهمه ان كل الناس بره ملتزمه. اهو في ناس اهو بتضرب مواعيد وبتلاوع يمكن زي هنا واكتر. اه بس اكيد نسبتهم هناك هتبقى اقل بكتير من هنا. بيتهيألك، ده هم اللي اخترعوا الالباندا في العالم كله، انا عشت معاهم وعارفهم كويس. انت بس فاهمه نفسك ان انت رايحه تعيشي في جنه في وسط ملايكه. انا مش عايزه اعيش في جنه وسط ملايكه، انا عارفه اني عايشه على الارض. انا كل اللي انا عايزاه اعيش في مجتمع بيحترم بعضه، بغض النظر عن دينه، مركزه، مستواه، اي حاجه. وعايزه اعيش في بلد بتديني حقوقي عشان انا كمان اعرف اقوم بواجباتي. صعبه دي يا ستي؟ مش صعبه ولا حاجه، بس لغايه ما هنالك ان هي دي الجنه بعينها. جنه مش موجوده على الارض يا نانسي. على فكره لازم تستوعبي كويس قوي ان بقى ظلم الشعوب موضه في العالم كله. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. يا مولانا الرحيم. يا عم الشيخ، صدق الله العظيم، احنا هنفضل في القلق ده ولا ايه؟ انا عايز انام. مش بدل ما طق يا عم، بعد اللي حصل لابويا ده قلت اسد مكانه في البيت، اكل عيشي اتقطع والفيس بتسرقت. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي سرقها. مش حاسب من بره في الصاله
انا عاوز انام بدل ما اطق من قله النوم. قله النوم؟ انت بتحسش يا عم انت؟ ده بدل ما تقوم تصلي معاه الفجر. تقبل الله. تقبلنا يا رب. اسم الكريم ايه؟ ادم. ادم اسم جميل. الله، ده اسم ابو الانبياء والخلق. اخوك مصطفى. انت من منطقه هنا يا ادم؟ من ابو العلا. ما بشوفكش كتير معانا في صلاه الفجر. بصراحه يعني انا مش منتظم في الصلاه قوي، بس عندي شويه مشاكل كده، قلت اجي اصلي معاكم الفجر يا جماعه. طب ابن حلال، انا هقول لك دعاء تقول ورايا كده، ربنا سبحانه وتعالى هيكشف عنك كل كربك وهمك. اللهم اني اشكو لك، اللهم اني اشكو لك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني عن الناس. اللهم اني انا عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك عدل في قضاءك ماض في حكمك أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء همي وحزني. إن شاء الله ربنا هيفك عنك جميع كرب. آمين يا رب. أخوك محمد. على فكرة أحسن حاجة اللجوء لربنا. أنا كنت زيك مش منتظم، لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى بعت لي واحد أخذ بإيدي وقال لي كلمة لسه فاكرها لغاية دلوقتي. قال لي إن الصلاة هي الصلة اللي بينك وبين ربنا، فمعقولة نقطع الصلة اللي بيننا وبين الخلق؟ ربنا يخليك يا شيخ مصطفى. وعايزين كده نشجع بعض ونشوفك دايما معانا كده ان شاء الله. ان شاء الله. نشكر. يلا بينا بقى مع الاخوة نسمع كده درس ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بيه ان شاء الله. ان شاء الله. يا شيخ ادم. يا باشا. مش لابس اليونيفورم ليه؟ يونيفورم ايه يا باشا؟ الجلابيه والطاقيه والسبحه. ما تاخذنيش يا باشا، مش فاهم حضرتك تقصد ايه. يا ابني عده الشغل. يا هلا. اصل زي ما تقول كده يعني خير اللهم اجعله خير يعني. جات لي كده صوره في المنام وانت لابس فيها ابيض في ابيض. جلابيه بيضة وطاقية بيضة وماسك سبحة خضر. بسم الله ما شاء الله عليك زي القمر. وقال ايه؟ داخل مسجد الرحمن في منطقة ابو العيلة، وقابلت كده ناس لابسين ابيض في ابيض، ناس من هم الطيبين دول، قاعدين بتخططوا لحاجة، بتكلموا في حاجة، ناويين على حاجة. بس ساعتها بقى أنا صحيت، معرفش بقى. كنت بتتكلموا في إيه يا لا؟ كناش بنقول حاجة يا باشا. أنا كل الحكاية إن أنا اليومين دول تعبان وظروفي ملخبطة معايا، فقلت أنزل أصلي الفجر. بالصدفة هناك قابلت ناس معرفهمش، قالوا لي تعالى أحضر معانا درس الدين. عينك ما تفرقش عيني. كمل. قالوا لي تعالى احضر معانا درس الدين. قعدت معاهم وحضرت الدرس، كنت محتاج اسمع كلام ربنا يطمني.
واطمنت يا روح امك. عينك ما تفرقش عيني. واللي خزاهم لك ها؟ انت متعود تروح الجامع ده؟ ابدا يا باشا، انا بروح بس في الجمعه والعيد. مش معنى الجامع ده تحديدا؟ ابويا يا باشا كان معودني من وانا صغير اروح اصلي في الجامع زي ما تقول كده، يعني كان فرحان بخلفتي عشان انا الولد الوحيد على بنات، كان بياخدني نروح نصلي في الجامع. كل الحكايه كان نفسه ان ابنه قلبه يتعلق بالجامع كده. حضرتك عندك ابن ونفسك تشوفه كده، نفسك تشوفه قلبه متعلق بالجامع. مش حضرتك عندك ولاد برضه يا باشا؟ ربنا يخليهم لك. يا سيف باشا اهدى شويه. الله، ملهاش لازمه العصبيه دي كلها. وبعدين انا بقى احساسي بيقول لي ان الواد ده ملوش في اي حاجه. هتقعد تقول لي احساسك مش احساسك يا اخي؟ فلقتني باحساسك ده. بقول لك يا هشام، الواد ده كده شكله مش عاجبني. انا كارهه لله في لله. انا عايزك تريحني وتحط لي الواد ده تحت المراقبه وهفكرك. حاضر سعادتك، بس اهدى، شكله كده حويط وتربيه جماعات. ايوه يا فندم، بس كده ممكن الحكايه تنكشف ونروح كلنا في داهيه. الحل الوحيد ان احنا نشوف حد يشهد انه شافه وهو بيولع في المخزن، وبكده نبقى خلصنا منه زي ما خلصنا من الحاجه اللي في المخزن. بس سيب الحكايه دي عليا وانا هتصرف. اتفضل. صباح الخير يا استاذ منير. صباح الزفت. الله يخليك، انا عارف فعلا ان انا جاي في وقت زي الزفت، بس هو سؤال وهمشي على طول. نعم يا سيدي. موضوع طلب استبدال المعاش اترفض، وادي تأشيرة المدير انه اترفض. فلوس اترفض استبدال؟ طب ليه يا استاذ منير؟ انا كنت حاطط كل املي وعشم ان انا اخد المبلغ ده باي طريقه. بقول لك ايه، انت بعيد عني، انا فيها اللي مكفيني. ليه انا كل ما امشي في طريق بيتسد في وشي؟ ليه بيتسد في وشي؟ أنا بالذات ليه؟ بقول لك إيه يا عامر؟ أنا عندي لك موضوع لو نفذته هتحصل على 10,000 جنيه من غير ما يتخصم منك ولا ما نلم المعاش. يا ريت، موضوع إيه بالظبط؟ حتى لو كان الموضوع ده مش مظبوط 100%. قول لي عليه، أبوس إيدك. أي موضوع، لو عاوزني أقتلك أقتلك وزه كده وأمشي بجنازته عشان خاطر آخد المبلغ ده. لا يا راجل، مش لدرجة قتيل، ده الحكاية كلها شهادة ظروف. ها؟ هتشهدها وهتروح لحالك، ولا من شاف ولا من دري.
مش عارف ايه، حاسس ان كل حاجه حلوه بتتسحب مني. والله يا ادم انا مش عارف اقول لك ايه، بس فعلا الدنيا شكلها ملخبطه معاك قوي. يا ريتها جت على اللخبطه، ما هي ملخبطه معايا طول حياتي. عارفك يوم وانا صغير كان كل ما يبقى نفسي في حاجه اتكسف اقول لابويا عليها، عشان عارف ظروفه وعارف انه مش هيقدر يجيبها لي. كنت اقول لنفسي معلش بكره هتكبر وتجيبها. كنت كل ما اشوف امي بتعيط ولا تعبانه كنت اروح اترمي تحت رجلها اقول لها ما تزعليش يا امي، ان شاء الله بكره هكبر ومش هخليك تتعبي ابدا. حتى اقول بكره بكره واصبر نفسي بكره، لحد ما اكتشفت حاجه غريبه يا اخي، ان بكره ده بيعدي على كل الناس الا انا. ولا قادر ولا تحمل هم، انا ممكن اكلم ابويا دلوقتي وشغلك في احسن مكان في مصر، ولو عايز فلوس انا تحت امرك في اي حاجه. ايه الكلام اللي زعل ده يا عم كريم؟ انا بحكي لك عشان انت صاحبي يا اخي، ولا ما احكيلكش؟ يا ابني انت عبيط، انت اخويا يا ابني، لو ما وقفتش معاك دلوقتي هقف معاك امتى؟ وانت كمان اخويا. سيبك انت من الموضوع ده، قول لي بقى ايه اللي ورطك في موضوع امن الدوله بتاع طاهر ده؟ يا ابني انت من طينه وهو من طينه تانيه خالص، انت عارف انه عنده قضيه وعايش عشانها، إيه انت بقى بتحب واحده، ما تبقاش داخله كده. يا ده مصدقني البنت دي انا حاسس معاها احساس مختلف، حاسسها واحده مختلفه كده وحاسس انها واحده بجد محترمه. يعني حاسس ناحيتها احساس نظيف؟ اول مره في حياتي. تتجوز يعني ولا ايه؟ شكلي هعمل كده. بس ساعدني بقى. انا عيلتي حاجه. يا عم انصحني. انا عايزك تاخد بالك من نفسك، ربنا مديك نعم كتير قوي، حاول تحافظ عليها عشان ما ياخدهاش منك. انا هقوم بقى، حاسس ان انا جاي لي شغل في المعادي كده في مطعم، ادعي لي يا رب ربنا يكرمني ويقبلوني. ربنا يكرمك يا ادم. يلا همشي انا بقى. الحمد لله على السلامه يا ابو امير، وحشتنا. انتوا اللي وحشتوني اكتر. احكوا لي يا شباب اخباركم ايه؟ احنا يا عم امير زي ما احنا، انت اللي باين عليك الغربه غيرتك، بس على فكره للاحلى. هو انا كنت ضايع قوي يعني قبل الغربه للدرجات؟ طول عمرك شاطر وبعيد عن الضياع بمراحل. قول لي يا امير انت حقيقه اخدت الدكتوراه؟ حقيقي يا سيدي. هو سيف ايه حكايته؟ اتاخر ليه؟ ما انت عارفه دايما بيحب يتاخر زي النجوم. بشر سيف الحديدي مواعيده زي اسمه ابو سيف. ازيك يا امير؟ وحشت جدا. ده مع السلامه. الله يسلمك باشا. ازيك يا محمد؟ تمام يا ريس. وحشت يا سيف. انت اكتر يا امير، اخبارك ايه؟ انا تمام حبيبي الحمد لله. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. وحشني يا ولاد. انت كمان وحشني يا عم. عامل ايه؟ لا خليك يا ولاد. هو انتوا مش بتتقابلوا كل يوم خميس زي زمان ولا ايه؟ يا عم قول لزمان ارجع زمان. الكلام ده كانت ايام ثانوي وعليك خير. المسؤوليات كبرت وانا بايديا يعني مشغوليات، هعمل ايه؟ يا جماعه انتوا محسسيني اني بقالي 60 سنه سايب البلد، مش 6 سنين عمري. عشان خير يا فندم. اجيب اسعد حاجه؟ هات لي ميه يا ابني. شوف يا امير اخويا، البلد هنا بتتغير، مجتمع بقى مختلف يوم ورا يوم، مش زي زمان. سيبك انت، مفيش احلى من اصحاب زمان وايام زمان. ايوه والله يا اخوانا، الواحد مهما عارف ناس برضه مفيش اجدع من صحاب المدرسه. عندك حق والله. الآن احنا كنا بننزل من اول النهار نقعد مع بعض لاخر اليوم، اهالينا ما كناش بنشوفهم اصلا. فاكرين السجاير الفرد؟ ايه كده بقى؟ ايه كده؟ طب بلاش دي، فاكرين احنا نوصل واسوان؟ لا 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 لا. كلام حلوه، مفيش فيها مسؤوليات، مفيش فيها مشاكل. احلى ايام فعلا.